كلنا ستات ورجاله كتفنا في كتف بعض، مفيش حاجه هتكسرنا ولا هتكسر عيننا ولا هتقعدنا في البيت ولا هترجعنا. لا الموت بقينا بنخاف منه ولا في حاجه ممكن تهتنا. احنا موجودين في الشارع هنفضل مكملين وحقنا هنجيبه. دول على شاني بشان الحم، دول على شاني بشان الحم، دول يفدوكي بالروح والدم، دول يفدوكي بالروح والدم. احنا موجودين في هذه المسيره عشان ندافع عن سيدات مصر اللي تم التحرش ضدهم بعمليات ممنهجه من عصابات مرتبه ومدفوعه الاجر كما يبدو. صوت المرأة هو الثورة، صوت المرأة هو الثورة، ومش هنسكت. واحب اعرف المتحرشين البنات بتتدرب دلوقتي عشان اي متحرش لو فكر يلمسها على طول هنديله على مخه بالشبشب اللي في رجله. صوت المرأة طالع طالع. لا مسيرة كانت كبيرة وكان فيها تحدي واضح جدا، سواء في الشكل الجماعي أو في الشكل الفردي اللي شاركوا فيها. ده كمان هيبقى موضوع مهم معانا النهاردة.